رحبت قطر باكتمال عقد خليجي 24 بحفل افتتاح مبسط بالموسيقى الخليجية التقليدية والسيوف، قبل استعراض قصص البطولات السابقة بواسطة لوحات ضوئية. أعلن افتتاح دورة الخليج 24، وباسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع. وبعد عرض للألعاب النارية فوق مدرجات استاد خليفة الدولي الممتلئة، دخل اللاعبون فصلا جديدا من فصول الترجيحات غير الصائبة، لا بل درسا في كيفية تحويل الضعف إلى قوة. هو جاي منتخب من بلد كامل، فعليه انه يعرف قدر المسؤوليه اللي حاس بها هو وحجم كل مباراه انه ممكن يلعبها. اذا كان على البنش فممكن باي لحظه المدرب يشركه في المباراه، لذلك احنا كلاعبين حاولنا انه نساعد اللاعبين الشباب. اعتقد اللاعبين الشباب ما قصروا طيله دقائق المباراه، قدموا مباراه كبيره، كان عليهم عبء كبير، لكن هذا ما يمنع انه الكره العراقيه كره ولاده. السيطره القطريه المطلقه ترجمت اجواء ما قبل المباراه عن رجحان كفه بطل اسيا المكتمل الصفوف أمام خصم خاض تدريبه الأخير من دون 8 لاعبين مرتبطين مع ناديهم الشرطة بمباراة في دوري أبطال العرب، إلا أن هذه العرضية الخاطفة لقاسم ماجد وجدت طريقها إلى الشباك، وقبل أن يلتقط العنابي أنفاسه تسديدة صاروخية للاعب نفسه تنفجر في الشباك وتذهل 38,000 متفرج. يمكن 8 لاعبين أول مباراة لهم دولية، يعني شباب من لاعبين دوري العراقي، نشكرهم على هذا الجهود اللي قدموها. كانت يعني رجال كانوا بالملعب وقدموا لنا فد مستوى وبهروا كل العالم. لن تعرف لاعب شاب ويكون هاي المسؤولية عليه ويمثل بلد ويفوز على بطل آسيا، فأكيد هذا ما جاء من فراغ، جاء بجهود الجميع، وإحنا إنه قدرنا نساعدهم بالشوط الثاني، وإن شاء الله بالمرحلة الجاية ماكو أساس وماكو احتياط، كنا فريق واحد من أجل إنه نفرح بلدنا ونفرح جماهيرنا. هدف تقليص الفارق للبديل عبد العزيز حسن لم يبطل رهان المدرب كاتانيتش على لاعبيه الشباب بعد إصراره على إبعاد جميع نجوم فريق الشرطة. برغم جملة الغيابات، فوز عراقي ثأري في افتتاح خليجي 24 جاء ليؤكد أن هذه المباريات لا تخضع لمعايير فنية. من استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، سليم عواضة، مصطفى الحركي، الميادين.